برايم تايم. السلام عليكم، اسعد الايام وصلنا معكم وانتم تسمعوا في برايم تايم على راديو ماد. نحكي على الحسابات الفلكيه، مدينه العلوم التونسيه تتحدث عن اول ايام عيد الفطر. نيوز اليوم، نيوز اليوم، ديما الحسابات الفلكية وأكيد يعني ديما التونسي بدأ يستنى، يقول لك وقتاش زعما العيد سنة ثلاثة أربعة ديما يعني. أكيد ما هو مربوطة بالعطل ومربوطة بالتنقلات، خاصة تعرف الناس تحب تعيد على عائلتها وقربها بالطبيعة، وهذا ما يخلي أنه بالطبيعة بوجود معناتها ساعات العمل، وخاصة أنه باش يبرمج كيفاش باش يكون العيد، هذا مهم برشا يعرف. وفما اللي باش يشري الحوايج، وفما اللي باش يعمل الحلو، فما نهار بحسب عديد وي السويع يوليو بحزيب، تعرف احنا نعشقوا هذيك ليلة صلاة الله، نعشقوا بطبيعة اخر وقتك واخر ديلين نستعملوه، فبطبيعة تخلي انه الاعلان بطبيعة ليوم العيد يكون من الحاجات المهمة لدى المواطن التونسي. نحكي على الحسابات الفلكية، مدينة العلوم بتونس، معنا مباشرة سيد نوفل معاوية كهية مدير الفضائيات العالمية. سيد نوفل صباح النور. صباح النور، تحية ليك وتحية لكل مستمعيك، وشكرا وبارك الله فيكم على اهتمامكم بالمعطيات الفلكية والحسابات الفلكية لتحديد أيام العيد إن شاء الله. هو على كل فما إمكاني باش يكون توافق كبير بين جميع الدول تقريبا المرة هذه إن شاء الله. إن شاء الله زعما نشوفوا معناتها الدول العربية الأمة الإسلامية الكل فرد نهار، ما ريناهاش قبل، راهو ما نتفكرش ممكن في عمري أنا اللي عشته ما نتفكرش معناتها. لأنه لو نذكر شوية، وأنه بالنسبة لتونس احنا صرنا نهار 11 مارس، وبالنسبة لبعض الدول الأخرى اللي صاموا نهار 13 مارس. فإنه المعطيات الفلكية شنو تعطينا المرة هذه؟ تعطينا وإنه نهار 8 أفريل على فين بش يكون غروب الشمس في حدود 7 غرب أرجين يعني توقيت تونس، وغروبها بش يكون حوالي في حدود غروب القمر بش يكون 7 غرب يعني قبل ما تغيب الشمس. هاي تقريبا يعني بيناتهم دقيقتين 3 دقائق يذور لي بيناتهم أكثر شوي تقريبا 7 دقائق 7 دقائق 7 دقائق تقريبا، فانه الشمس تغيب يغيب القمر ثم بعد تغيب الشمس، يعني القمر باش يغيب قبل الشمس. وما يعني فوالا والاقتران وقتاش باش يصير؟ يعني باش يكونوا على نفس الخط، باش يكون 7:21 دقيقه بالضبط. يعني في الوقت هذا اذا كان احنا نخرج مع غروب الشمس لتحري هلال شهر شوال، فانه تستحيل الرؤيه مستحيله مش كان من تونس بل من جميع الدول العربيه والاسلاميه. مع العلم وأنه في الوقت هذا بالضبط بشي يصير كسوف كل الشمس، ولكن هذا بشي يهم كندا، بشي يهم المكسيك، وبشي يهم شمال أمريكا. وبالتالي بالنسبة لي الناس اللي ساموا نهار 12 مارس هما بشي يخرجوا نهار 9 أبريل، وقتها بشي يكون تقريبا القمر يغيب في حدود 8 متاع الليل مثلا في تونس، فانه بشي يكون ظاهر يعني بشي يكون يعني نهار 4 هو اول ايام عيد الفطر. بالنسبه لتونس احنا اذا بشي يكون نهار 3 نهار 9 ابريل هو المتمم لشهر رمضان يعني 30 من شهر رمضان، وبالتالي ان شاء الله نهار 4 بشي يكون هو اول ايام شهر شوال، وبالتالي هو ايام عيد الفطر. يعني المعطيات الفلكيه تقول وانه بالنسبة للرؤية نهار 8 أبريل تقريبا تستحيل من جميع الدول العربية والإسلامية، ونهار 9 أبريل الإمكانية باش نشوفوا الهلال تكون واردة جدا، وبالتالي إن شاء الله دول جميع الدول العربية والإسلامية يكون عندهم يعني العيد نهار 4 إن شاء الله. توفهمنا النقطة، بما أنه يعني احنا صمنا بال 12 مارس وثم دول سامت ب 13 11 و12 وثم يعني واستحالة رؤية الهلال يوم الاثنين، دونك الدول الكل بتشوف الهلال يوم الثلاثاء نهار 3 الناس كل تشوف دونك نهار 3 هو 30 رمضان بالنسبة لنا احنا، وثم في دول اخرى معناتها 29 دونك رمضان السنة معناتها بنسبة كبيرة برشا باش يكون يوم الاربعاء اول ايام عيد الفطر تقريبا في كل الدول العربية. هذا تقريبا يعني هذه المعطيات الفلكية شنو تقول؟ بالتالي ونقول وانه بتبع يبقى ديوان الافتاء
يعني وسماحة مفتي الجمهورية هو بتبيع المخاول الرسمي للإعلان على الأشهر يعني بداية الأشهر القمرية والأعياد الرسمية والدينية. علميا سيد كيفاش نجمو، هل إمكانية معناتها أنه العوام القادمة نعرفوا من توا وقتاش باش يجي الهلال، وقتاش باش يجي رمضان، وقتاش باش يجي العيد؟ يعني احنا بالنسبه كيف نقولوا علميا فانه الاقتران احنا نعطيه ساعه الاقتران، الوقت نتاع الاقتران بالضبط تريد كيف نقولوا مثلا وانه الاقتران صار كسوف كلي للشمس، معناها صار الاقتران 7:15 نتاع الليل، فانه فما دول اللي عندهم نهار هذوك نشوف الكسوف. انا كي نقول لك راه فما الاقتران باش يصير نهار 2 اوت 2027 وفما كسوف كلي للشمس، فانه هذه باش هي حقيقه علميه وثابته. فهمني، انما الرؤيه تقعد ديما هي يعني من اختصاص يعني ديوان الافتاء وانه الرؤيه، لانه هوني الرؤيه تحدد يعني بالعين المجرده، بالنسبه للعين المجرده لابد فما ساعات معينه بعد الاقتران باش نجموا نشاهدوا الهلال. فالساعات هذيك بالطبيعه يعني عدد الساعات هذاك مهم، فاحنا نقول تقريبا اقل من 12 ساعه ما نجموش نحكيوا على الرؤيه بالعين المجرده، ولكن بالتلسكوبات فما الإمكانية مثلا باش تكون بالتلسكوبات يعني تكون أحسن. فهذه بتبيع معطيات، إذن تكون هي المعطيات اللي باش نشاهده بالعين المجردة، وهذاك علاش تحديد نقوله المشاهدة والاستئناس بالحساب، يعني لأنه أحيانا ساعات ولو يبدأ موجود هو لكن تستحيل الرؤية بتاعه ولو هو يبدأ موجود فوق الأفق، لأنه لابد الزاوية بين الشمس وبين القمر تكون تقريبا في حدود 8 درجات، والارتفاع يكون القمر ولا الهلال على الأفق يزم تقريبا في حدود 5 درجات باش وقتها نتأكدوا أنه فما الإمكانية الرؤية بالعين المجردة. وهل المكان عنده دور أستاذ في المسألة هذه؟ بتبيع المكان عنده دوره، بتبيع المعطيات المناخية عندها دورها، الأفق يزم يكون جليب، فإنه العديد من يعني حتى في مهما كان الشهر واليوم في السنة، فإنه المكان هو بيدو يكون معناتها إذا كان من عشنا كان مكان معين يكون مهما كان الشهر يكون هو أحسن مكان للرؤية. بالطبيعة فما أماكن خير من أماكن أخرى، لأنه التلوث، حتى فما التلوث الضوئي، فما حتى التلوث والغبار، يعني هذا يأثر على المشاهدة وعلى الرؤية. أنا أكثر أماكن أحسن رؤية للهلال في تونس؟ في تونس عندنا فما ربما زغوان، فما الإمكانية نجم مشاهده من زغوان، إمكانية مهمة. فما كي زاد من الجنوب كيف يبدأ الطقس في المشاريح زاد فما الإمكانية نجم مشاهده، معناها فما العديد من الأماكن بالطبيعة، حتى سيدي بلحسن زاد من الأماكن اللي زاد المهمة باش نشاهده، وخاصة وأنه إحنا في بداية معناها الغروب تبدأ مازال ما بداش التلوث الضوئي ماهوش موجود، فأنه زاد الإمكانية في سيدي بلحسن زاد مهمة للمشاهد. واضح، يعطيك الصحة. شكرا لك، شكرا عيدك مبروك متوس نوف بالامثل، اذا ان شاء الله عيد مبروك على التوانس كله وعلى جميع الامه الاسلاميه والعربيه ان شاء الله. يعطيك الصحه، شكرا لك سي نوف معاويه كهيئة مدير الفضاءات العلميه بمدينه العلوم. انتم تسمعوا في راديو ميد، في راديو ميد عصام في نابل والحمامات و104.1 في تونس ويكابون. راديو ميد، راديو ميد، فاك دو بونور. خلنا أول أيام عيد الفطر نجم يكون يوم الأربعاء، وفهمنا المعلومة أنه سنة ثم الدول العربية نجم تكون يعني كلها فرد يوم في شوال، يعني اليوم الأربعاء. وقالك حسابيا وفلكيا فإنه نهار 2/8 أفريل يقول لك استحالة أنه يتم رؤية يتشاف الهلال العيد، فبتقول لك والإمكانية باش تكون نهار 33 رمضان، 33 رمضان معناتها، وهو ما يعني أنه نهار 4 يكون أول أيام العيد. شوف حسابيا، وأكيد العلماء هذم عندهم ما عندهم بالطبيعة تطور العلم طبعا، يعني يطور برشا تطور العلم، وإن شاء الله يتم الاتفاق
هذا بيه مهم له الأمة العربية تعايد مع بعضها تسوم بعضها تعايد مع بعضها مهم برشا سرتو و... هذا عنده حساب حتى ما تنسيش عنده حساب متى أول أيام عيد الفطر معاد في حسابات اللي جاية متاع الحجة عيد الكبير وما إلى ذلك معناتها دونك راو نتصور على كل احنا سنسنا نستناو بالمفتي سمحت المفتي وفي ليه هو ما مش سنسنا هو قانونيا لازم نستناو دينيا قانونيا قبل دينيا قانونيا نستناو المفتي مو في الخدمه مو بالقانون بالقانون ما تنجمش انت ما تخدمش تحترم القانون ودينيا اكيد هذا معناتها الدوله التونسيه بطبيعه دوله مسلمه فنستناو المفتي لكن حتى العلم به راهو يعطينا كما الرصد الجوي كما الرصد بطبيعة الهلال وغيره من التطور في المستوى العلم فأنه هذا باهي ونفرحه كعنا خبراء وعلماء ومعنا في المجالات الفلكية وغيرها من المجالات فديما العلم نور كما يقولوا وإن شاء الله بطبيعة تطور المسألة هذه باش المواطن التونسي علشان احنا كنا نحكيه على الرصد الجوي الرصد الجوي ليس فقط نشر جوية باش تلبس يدين قصار ودين طويل الرصد الجوي هو فما البحارة باش يعرفوا رواحهم وشنو باش وين يمشي والبلاصة اللي يمشيوها وخاصة حفاظا على أرواحهم هذه الحاجة الأولى توكيما هذا العيد تنظيم حياة المواطن خاطر مهم راهو العطل مهمة خاطر المواطن اللي بعيد معناتها بالأشهر على عائلته مهم أن يزور عائلته حتى على الأمور النفسية خاطرك باش يرجع لك بعد العيد يرجع لك في فورما ويرجع لك في الـ في الـ معناتها يرجع لك عينه في الخدمه فهذا مهم معناتها كله في مصلحه الدوله ريت العلم كي يتوظف لمصلحه الدوله ومصلحه المواطن يكون عنده جانب ايجابي وهذا الحاجات وهذا من الحاجات اللي نحبوهم وهذا من الحاجات اللي معناتها يكون اليوتيليتي نتاع العلم فهذا مهم وماذا بينا نمشي اكثر ما يمكن في العلم لانه هذاك هو الصحيح خاطر كما قلت لك الرصد الجوي رصد الواحد كيف كيف الامطار قياس الامطار الى غير ذلك فهذا من الحاجات انه يرتقيوا للعالم ديما ويخليوا يسهلوا حياه المواطن وينظموها وخاصه كما نشوف مثلا في الانتاجيه في على مستوى الزراعه كيف نعرفوا اشتاء السنه مثلا باش تصب في منطقه اكثر من منطقه اخرى فانه تنويع زراعات الخارطه الفلاحيه راهو مهم برشا شوف الميدان هذا مهم برشا وخاصه مع عنده كي تتبعوا وتخدموا كيما يلزم ما تدخلش فيه السياسي خاصه فانه ينجم يعطيك خاصه على المستوى الفلاحي حاجات مهمه برشا لانه يوفر عليك مجهود ضايع وماء خاصه وما ادراك بالماء الضايع فبطبيعه العلم ديما مهم ونتمنى أنه كل شيء يتطور علميا ويولي التعويل على العلم أكثر فأكثر العلم نور كما يقول بيهلا مواصلين معكم احنا برايم تايم بقية